ما تبقى من الحافلة والشاحنة يبرز هول الحادث، والحصيلة 33 قتيلا وعشرة جرحى، أغلبهم أطفال كانوا في طريق العودة إلى مدينة العيون بعد مشاركتهم ببوزنيقة في دورة للألعاب الرياضية المدرسية. الوقت اللي احنا جينا لعند هاد الاكسيدون لقينا الناس مساكن، لقينا الناس اللي هما جاو ردوهم، والناس اللي بقاو مساكن الله يرحمهم لقيناهم في واحد الظروف ما تصورش، انا ما نقدرش نعبر عليها. والناس مساكن راه كلهم تحرقوا، ما غاديش تقشعهم ولا تعرفهم، لان صافي دابوا مساكن. وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش بعد أن تلقوا العلاجات الأولية بالمستشفى الإقليمي لمدينة طنطان، فيما جرى تسخير مروحية وسيارة إسعاف خاصة بالإنعاش. يعني لقيت اللي غادي نعتق، أنا عتقت الأربعة الناس اللي عتقت، أنا لقيت اللي نط عتقت روحي هو الأول، لقيت اللي نزلت كنجي البنات شعلت فيهم النار تيقول لي عمي عمي عتقني، تنهز طراب وتلوح عليهم. انا ما فكيت انا اربعه النفوس، من بعد ما بقى ما خلتنيش العافيه نزل نطلع، لانه اول مره يعني راه تبارك الله راه 28 سنه ولد 31 سنه وانا كنا في هذه المهنه، ما عمري شفت بحال هذا المنظر هذا اللي وقع دابا حاليا، لانه الحافله ديك المواد اللي هزها هي اللي سبت في هذا الموت ديال هاد الناس كاملين. احنا ناعسين ديك الساعه كلشي ناعس، ما عرفتش واش كلشي ناعس ولا المهم النص الفوق اللوراني اللي ناعسين كلشي ناعس. كنسمعوا الدقه، اون فوا سمعنا ديك الدقه بيفي كتشعل العافيه، صافي الغوت والصداع شي غوت من هنا شي غوت من هنا، كتشوف بنادم شاعل فيه العافيه. انا واحد الديكور هوليودي اكثر من هوليودي، شي حاجه ديال الاكشن ما دخلتش لحد الان، مازال ما دخلتش لي انا العقلي، كيفاش طراو جرى ديك العافيه دارت بواحد السرعه ما كتدخل، اون فوا تهز راسك كتشد فيك العافيه. انا راه ضربت لي في شعري ولكن حاولت تهبط. فاجعة إقليم طنطان تطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب والمسببات، وتبقى الحيطة والحذر من أساسيات السلامة لمرتادي الطريق من سيارات وشاحنات وحافلات.